انا بابايا ومامتي واهلي كلهم من وانا صغيرين قوي سبورتيف قوي للموضوع، يعني من عندي 3 4 سنين يعني كنت عايزه ابقى بيوتي كوين، فمن ساعتها يعني هم دايما معايا وهتعمليها وهتميكت، وكانوا اكبر سبورت ليا. يعني هي المسابقه طبعا اول حاجه بتعلمها ان انت وجودك على الستيج يكون عامل ازاي، يعني انت تعرفي تمشي صح. يعني انا اصلا بموديل بقالي فتره، ف يعني فكره ان انت تبقي ملكه جمال دي حاجه تانية غير ان انت تكوني بتمودلي، لان انت هنا بتلبسي فستان او حاجه زي كده انت اللي لازم تباني فيه، مش اللبس هو اللي بيبان. فده اخد فتره عقبال ما اتعلمناها، وهم شبه كل يوم كنا بننزل من الصبح لغايه بالليل نتعلم ان احنا ازاي نمشي صح، ازاي انت تكوني باينه وانت ماشيه، شخصيتك ازاي تبان وانت ماشيه. وطبعا الكوميونيكيشن سكيلز مع مس هام كانت برضو فادتنا كتير، ازاي تكلمي، ازاي يكون ليكي وجود،